راح ويسوق فطر يجوه ما يمشو كان في بنات فطر يسولفو والشباب بحالهم يمشو وقفوا الشباب ما ادري ايش يبو عطشانين يبون يشربوا في بنت بالبنات تخز واحد من الشباب والشباب يخزون البنات واحد من الشباب عجبته واحدة من البنات كل ما ضحكت عجبت فيها زان البنت حلوة صاحبة حسن جمال وظهر وصبي قبلها البنت ما ونقلها بحالة من حال الحال ونقلها بحالة من حال الحال طول الليل هو يفكر فيها بأحلام دوم يناديها لقى الحب والحنم فيها وده يقعد معاها وانا جبي حاجيها ثلاث ايام بلياليها يدورها يمكن يلاقيها وراح المكان اللي لقاها فيه على من ان يلاقيها قال الجمال مو كل شي أفلام قال لقيت حب ضايع من زمان قال صاحبة الثاني روح حاول فيها هذي بتعيشك عيشة ما حد عايش فيها قعد له صبي يفكر فيها يروح لها يقعد ويحاجيها لكن له صبي انغرب الجمال وراح لها وبدأ بالكلام صار حب كل ما شاف من الأحلام وإحساس قلبه بالحب والغرام رد حق ربعه بدأ بالسلام رد يضحك مبتس فرحان لقى واحد من ربعه فرحان والثاني من خوفه على صحبه زعلان مرة ثانية انت انا نيبني معنى كلمة انت خاينة